الأسلاك المتشابكة فوق هذه المباني المتهالكة، وانتشار المولدات الكهربائية المعرضة للحرارة الشديدة، وترك العشرات من قنان الأكسجين تحت أشعة الشمس اللاهبة، وانعدام عمليات التفتيش على إجراءات السلامة داخل مؤسسات الدولة، كلها شكل من أشكال الإهمال المتعمد الذي يشكل تهديداً وعاملاً أساسياً لتكرار اشتعال الحرائق المدمرة. نجد بأن مشكلتنا الكبرى الآن هو جميع أو جل والأغلب الأعم من هذه الأبنية بنيت خلافاً للمعايير الموجودة في الدليل الاسترشادي المرجعي في مدونات البناء العراقية، وخالية معظمها من المواصفات الفنية والمنظومات المطلوبة. تكاد تكون الحرائق مشهداً يومياً في البلاد، حيث سجلت وزارة الداخلية خلال هذا العام أكثر من 7000 حريق، أكثرها دموية، حريق مستشفى ابن الخطيب الذي أدى إلى إصابة واستشهاد أكثر من 200 شخص، فيما أكد مسؤولون وفاة أكثر من 420 عنصراً من الدفاع المدني خلال 18 عاماً بسبب هذه الحرائق. بورصة التجارة حقيقة الموجودة في منطقة الشورجة وفي منطقة جميلة، النهضة العمرانية أيضا الموجودة في بغداد، كل هذه الأعمال وتنوعها وتشعبها لابد من أن يصاحبها فرص حصول حوادث الحرائق، لذلك تعتبر بغداد هي الأكثر نسبة حوادث في العراق، وتصل النسبة تقريبا إلى 40% من حوادث الحريق. وفي ذات اليوم الذي شهد الحريق الدامي في مستشفى ابن الخطيب شب حريق آخر في مركز تجاري في كركوك، وفي اليوم الذي تلاه اندلع حريق في تكريت وآخر بمطعم في مدينة أربيل حوله إلى رماد، وسط مخاوف من استمرار مسلسل الحرائق بسبب نقص الموارد في البنية التحتية.